تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالته للشؤون الدبلوماسية. رفع فيها خالص التهاني لجلالة الملك المفدى بمناسبة الخطوة التاريخية الحكيمة التي اتخذها جلالته بإعلان إقامة العلاقات مع إسرائيل، وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد أن هذه الخطوة المتقدمة التي تجسد نهج جلالته الراسخ في الانفتاح والتعايش على الجميع والتواصل البناء والتعاون المثمر بين مختلف الدول والشعوب تعكس جهود جلالته البارزة وحرصه المشهود على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وديمومة أسس السلام والاستقرار في المنطقة، لينعم الجميع بالاستقرار والرخاء، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد على طريق الخير خطاه.